الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا من أمور ديننا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن والصعب سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أهلا ومرحبا مع السيرة والمسيرة، مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومسيرته، مع دفعنا إلى الأمام من خلال العودة إلى ماضي حبيب إلى قلوبنا. قلت لك في الحلقة الماضية اشتقنا إلى مكة، لكن أهل يثرب يرفضون أن نعود إلى مكة إلا ونحن في رحالهم، يرفضون أن نعود إلى مكة إلا ونحن معهم. انطلق وفد الحجيج الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية. وفد الحجيج ضم عددا كبيرا، جزء من هذا العدد لا يصل حتى إلى خمس العدد، كان من أهل الإسلام، اعتنق الدين وأقر الفكرة، وكما قلنا في المرة الماضية كان أهل يثرب يتمتعون بعزم وصرامة، يتمتعون بروح المبادرة. هؤلاء القوم أعدوا تنظيما فيما بينهم، واسمح لي أن أخذ من مجموع الأحاديث التي ذكرت القصة، فأنا لا أستطيع أن أقرأ حديثا من الأحاديث التي ذكرت هذه القصة إلا وأجدني أنظر إلى الحديث الآخر فأرى فيه من الفائدة الشيء الكثير. فإذا نظرت إلى الحديث الثاني وجدتني أنظر إلى حديث ثالث فأرى فيه بعض الفائدة التي ربما التي يقينا أنا أستفيد منها. روح المبادرة التي تحدثنا عنها هي تلك الروح التي دفعت الأنصار أن يأخذوا موقفا وأن يفكروا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعلت الجميع يخرج في مؤتمره بجملة واحدة: إلى متى؟ إلى متى؟ هذه الجملة نحن نحتاجها الآن. نقول إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة يضرب ويفر، مع أن أهل مكة هم أهل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول أهل يثرب القضية من قضية مكة ورجالاتها، فجعلوا القضية قضيتهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النسيب في مكة. أهل مكة هم أهله، لكن الأهل هم أهل الدين، أهل الرسالة. أهل يثرب قالوا: إلى متى نترك رسول الله؟ لم يقولوا إلى متى نترك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن سيد سادات مكة يطرد في جبال مكة ويفر. لو كانت القضية محمد بن عبد الله لتركوه، لكن القضية أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انطلقوا في داخل الوفد، تخللوا في داخله، وانطلقوا من خلاله وهم يخفون أمر ما أعدوا، لأنهم يأخذون بالأسباب. يحدثنا سيدنا جابر وسيدنا كعب بن مالك أنهم اختاروا فيما بينهم رأسا، اختاروا لهم زعيما. هذا الزعيم هو أكبر القوم سنا، سيد من ساداتهم، اسمه البراء ابن معرور. البراء ابن معرور ربما لم يسمع الكثيرون منا عنه، بل ربما لا يعرف الكثيرون منا أن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يسمى بالبراء ابن معرور. قلت لك لقد قرأت في أحاديث هذا السفر الذي سيبايع الأنصار فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيعة تغير مجرى التاريخ، وأنا لم أستطيع أن أسرد لك حديثا وأترك الآخر، لكن سأحاول أن أخذ من كل بستان زهرة. زهرتنا وقد تحدثنا عن روح المبادرة، سأحدثك عن رجل من السبعين امتلك هذه الروح. أسمعك الآن وأنت تقول:
لقد حدثتنا عن أسعد وهو يبادر، وحدثتنا عن أسيد وهو يبادر، وحدثتنا عن جابر بن عبد الله وهو يبادر، وحدثتنا عن كل رجالات الأنصار ونسائهم وهم يبادرون. لا تتعجل، فإن في الأنصار رجالا الله سبحانه وتعالى أحبهم. حب الأنصار من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحدثك عن سيد القوم، عن الرأس التي كان الجميع خلفها وهم ينطلقون ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا لا أستطيع أن أدخل معك في نقاش أحاول من خلاله أن أخرج مجاهدون رسول الله للمرة الأولى وقد آمنوا به ولم يروه من قبل، لكن سأحدثك عن رجل واحد. تخيل، رجل واحد، لن أحدثك عن كل السبعين، لكن خذ الآن رجلا واحدا منهم. إنه أكبر القوم، وتذكر جيدا معي أني سأحدثك بعجب بعد ذلك عن أصغر القوم. واسأل نفسك بعدها، إذا كان هذا حال أكبرهم، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك الحديث عن أصغر القوم، فما بالك بباقي السبعين؟ البراء بن معرور رضي الله عنه رجل صاحب فكر، يقتنع بما في ذهنه، لكنه يتحاكم إلى الشرع، يمتلك روح المبادرة. البراء بن معرور لم يتعلم الكثير في الإسلام، لكنه علم أن في الإسلام شيء اسمه الصلاة، أحب الصلاة من أول مرة. واسأل وأسأل وليسأل بعضنا بعضا، أي قلب هذا الذي اتصل بقلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولما يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد؟ لو أني سألتك، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة يصلي إلى الكعبة أم كان يصلي إلى بيت المقدس؟ ستقول لي: إنما نعرفه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما حولت القبلة بعد 18 شهرا أو 17 شهرا من ذهابه إلى المدينة، لكنه كان يصلي في مكة إلى الكعبة. إنما تعلمنا في السيرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيتوجه إلى الكعبة ومنها إلى بيت المقدس. فلما وصل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، كانت الكعبة في خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما كان يستطيع أن يستقبلها كما كان يستقبلها في مكة. الشيء الذي سبب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألما نتج عنه قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ساعتها استدار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاته إلى الكعبة واستقبلها، ومن يومها نحن نقول تحويل القبلة كان في منتصف شعبان. لك أن تتخيل أن البراء بن معرور هو أول من استقبل الكعبة في صلاته، حتى قبل أن ينزل الأمر باستقبال الكعبة. ولنترك كعب بن مالك يخبرنا، يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: خرجنا نريد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة، وكان معنا سيد ساداتنا البراء بن معرور. ويقص كعب بن مالك رضي الله عنه أن البراء بن معرور لما خرجوا في السفر تفكر وقال وأخبر القوم أن نفسه لا تطيب أن يتوجه إلى بيت المقدس وأن يترك بيت الله الحرام، فلا يتوجه بالصلاة إلى بيت الله الحرام. فقال القوم له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، لكنه رفض الأمر. رفض الأمر؟ نعم رفض الأمر. واستقبل البراء بن معرور الكعبة في صلاته، يصلي إلى الكعبة في صلاته حتى قبل أن تحول القبلة. لما وصل البراء بن معرور وصل على هذه الكيفية إلى أن وصل إلى مكة،
ولأنه رجل يمتلك قلبا يريد بهذا القلب أن يوجه الأمور توجيه شرعي. قال البراء بن معرور بمجرد أن وصلوا مكة، روح المبادرة، بمجرد أن وصلوا مكة لكعب بن مالك: يا ابن أخي فلننطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن تلك الصلاة التي كنت أصليها في سفري، فأنا أجد في نفسي شيئا منها. يريد البراء بن معرور رضي الله عنه أن يجد مخرجا شرعيا لصلاته إلى الكعبة قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي إلى الكعبة. لكن البراء بن معرور وكعب بن مالك رضي الله عنهما ما كان قبل قد رأى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولك أن تسأل عن هذا القلب، كيف كما قلت لك منذ قليل، كيف اتصل هذا القلب؟ فكان قلب البراء بن معرور يميل إلى ما مال إليه قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الرجل الذي لم يمضي على إسلامه إلا أيام قلائل، وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قط، ولا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قط، لكنها القلوب التي اتصلت. كعب بن مالك لم يرفض طلب البراء بن معرور، وانطلق رضي الله عنهما يقصدان الكعبة، وفي الطريق وجد رجلا فسأله عن محمد بن عبد الله، فقال الرجل لهما: أوما تعرفانه؟ قال: لا نعرفه. كعب بن مالك والبراء بن معرور قال: نحن لا نعرف محمد بن عبد الله، أين نجده؟ قال الرجل لهما: تعرفان العباس ابن عبد المطلب؟ قال: نعرفه، إن العباس ابن عبد المطلب يأتي في تجارته إلى المدينة عند أخواله بني النجار، ونحن نعرف العباس بن عبد المطلب. قال الرجل لهما: اذهبا في الناحية الفلانية من الكعبة، ستجداني العباس ابن عبد المطلب جالس ومعه آخر، هذا الآخر هو محمد ابن عبد الله الذي تقصدانه. انطلق كعب بن مالك والبراء بن معرور رضي الله عنهما حتى أتيا العباس بن عبد المطلب، وكان مع العباس بن عبد المطلب رجل آخر، أقول كان مع العباس بن عبد المطلب حبيب قلبيهما وحبيب قلوبنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طلب البراء بن معرور وكعب بن مالك أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه وما كان يعرفهما. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب: يا عم، أو تعرف هذين الرجلين؟ قال العباس بن عبد المطلب: نعم أعرفهما، هذا البراء ابن معرور سيد سادات يثرب، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: الشاعر. لما قال العباس بن عبد المطلب كعب بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك: الشاعر. سيدنا كعب يقول: ما زلت أذكرها، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرفه. إذا رسول الله كان يتابع أحداث الناس ويعرف أن كعب بن مالك شاعر يثرب، لكنه ما كان قبل قد رأى كعبا ولا رأى البراء بن معرور بطل حلقتنا اليوم. البراء بن معرور قص على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد تعجلت قبلتك. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس، فاستقبلها طاعة لله ورسوله، لكن لا زال قلب البراء بن معرور متعلق بالكعبة، ولا زال قلبه ينبض بروح المبادرة. هل توقفت روح المبادرة عند البراء بن معرور عند الكعبة التي استقبلها قبل أن يستقبلها قبله أحد؟ لا، بل كان له بعد ذلك مواقف أخرى تؤيد أنه يمتلك روح المبادرة. أين ومتى سأقول لك. حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر،
يزيد ناظره حسنا إذا نظر. ذو العرش فضله بحبه أمر، أخلاقه زكى والقلب والبصر. أندى العباد يدا أجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السور. إن عزت اللقيا فالشوق ما فترى، والحوض موعدنا نلقى به الظفر. حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر. أين ومتى سأقص لك إن قدر الله في أعمارنا بقية خبر البيعة التي بايعها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأنصار فيما يعرف ببيعة العقبة الثانية، لكن الآن سأقص لك زهرة البراء بن معرور. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد حوار دار بينه وبين الأنصار يريد مبايعة الأنصار. أتدري من الذي مد يده أولا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبايعه؟ قام البراء بن معرور يبادر القوم، فكان أول من مد يده يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور. وأزال البراء بن معرور يد أسعد بن زرارة كما سنعرف إن قدر الله في أعمارنا بقية، أزال يده وقال يا أسعد أبعد يدك، فوالله هذه بيعة لا نتركها أبدا. ومد البراء بن معرور يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان أول مبايع بايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحسبت في كتب السيرة أن البراء بن معرور هو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيعة العقبة التي غيرت التاريخ بمجموعه، والتي بموجبها انتقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة في حدث الهجرة الذي نسمع عنه ولا نعرف تفاصيله الداخلية. البراء بن معرور هل توقفت روح المبادرة عنده إلى هذا الحد؟ لا، لكن هناك مواقف أخرى للبراء رضي الله عنه تؤيد أن هذا الرجل لم يكن عاديا. أين ومتى سأقول لك. عاد الوفد إلى المدينة، ومع الوفد البراء بن معرور سيد ساداتهم. فلما وصل البراء بن معرور إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الصلاة لم تحول القبلة فيها بعد إلى الكعبة، لكن قلب البراء بن معرور كان كقلب حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يهفو ويشتاق أن يصلي إلى الكعبة، لكنها طاعة الله وطاعة رسوله، والرجل مبادر لا يخالف. البراء بن معرور هذا الرجل شعر بألم ومرض، وعلم أن الأجل قد حان وأنه سيفارق الدنيا، فأوصى وصية: إذا أنا مت ودفنتموني وجهوا وجهي ناحية الكعبة. وما كان الأمر بعد قد صدر أن يوجه الميت إلى البراء بن معرور رضوان الله عنه. وهنا وقفة، إن هذا الرجل الذي طار بقلبه إلى مكة يريد أن يصطحب من مكة رسول الله إلى المدينة صلى الله على رسوله وصلى الله على كل أنبيائه، البراء بن معرور ذلكم المبادر لم يرى في المدينة رسول الله. لقد مات البراء بن معرور الذي كان يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، مات قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة بشهر. روح المبادرة لا تعني أبدا أن أبادر إلى شيء وأرى ثمرته. إن البراء بن معرور كان يبادر بأخذ البيعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على النصرة، لكنه لم يرى أهل المدينة وهم ينصرون رسول الله. البراء بن معرور أخذ البيعة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة. البراء بن معرور
كان يريد أن يوجه وجهه إلى الكعبة، لكنه لم يرى المسلمين وهم يوجهون وجوههم إلى الكعبة. طلب البراء بن معرور أن يدفن ووجهه إلى ناحية الكعبة، ولم يستمع البراء بن معرور بأذنه أمر الوحي وهو يأمر رسول الله أن يدفن موتاهم بعد ذلك إلى ناحية الكعبة. وصل رسول الله إلى المدينة كما أراد البراء بن معرور. فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة وعلم أن البراء بن معرور رضوان الله عليه كان قد مات قبل أن يصل رسول الله إلى المدينة بشهر، سأل عن قبر البراء بن معرور، فدلت أم مبشر أو أم بشر بنت البراء بن معرور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قبر البراء بن معرور. واصطحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه المهاجرين والأنصار الكبار والصغار، ووقف رسول الله على قبر أولئك ذلك المبادر رضوان الله عليه، وصف الصحابة خلفه، وكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قبر البراء بن معرور، وصلى الجنازة على قبره رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بعد ذلك أن صلاته عليهم تنير قبورهم. أنار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر البراء بن معرور بصلاته عليه، وأنار نور رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بمجموعها، لينام البراء بن معرور هنيء العين في قبره، وقد تحققت مبادرته وبيعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصل السيرة والمسيرة إلى المدينة عبر أولئك المبادرين وعلى رأسهم البراء بن معرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليتك معنا تهدي.